انا ب 2009 طبيت ما عندي شيب ماكو. هسه حاليا شوف الشيب ماكل راسي وماكل حتى لحيتي. ايش بقى من العمر؟ عمري هسه عاني 41 سنه، لا اقدر اشتغل عماله، لا اقدر اشتغل كل شيء. يعني وراتبنا 354، المن اعطيها؟ اعطيها للاجار، للخطوط، للمولده، المن اعطيها؟ 354 354 الف المن اعطيها يا ناس؟ انت عندك عائله؟ وعندي عائله برقبتي. جيد. تحياتي لكم. حياك الله، هسه جاي. السلام عليكم. حياك الله. ما اخوي دار حيدر. شيب وكبرنا، احنا جينا ب 2009. عمرنا احنا 30 سنة. عمرنا 30 سنة. هسه شيبنا، كبرنا، من بعد وظفنا؟ من يدور تعييننا؟ ما يدور تعييننا. ليش؟ احنا تعيننا على وزارة النفط. جاهدنا وخدمنا وسوينا. غير يثبتون على وزارة النفط. كاف الوزارات، تربية، الصحة، الري، كل الوزارات كافة. تبي احنا وزارة النفط ما ثبتتنا. واحدة، الثانية احنا عندنا امر وزاري على وزارة النفط كتاب رسمي. احنا مو كتاب رسمي كان طلعونه من زمان. عندنا ماستر، عندنا راتب، عندنا جازات، عندنا كل شيء. هذه كتب رسمي احنا منسبين الى وزارة النفط. الى مو وزارة، الى ما عندنا كتب، على شنو احنا نداوم؟ هلا وانت اصلا ما يطلع عندك راتب اذا ما هاي كتب صادر مين؟ من وزارة النفط. هاي واحدة. بالعكس خليني اشوفك الكاميرا، انا لازم خليني اشوفك الكاميرا. هاي واحدة، هاي مين صادر اخويا؟ هاي بدل ما اعطاك كتاب هسه صدام. هذا مالية. هاي مالية، خذ خدمتك. كل الكتب، هذا احنا كل هالكتب عندنا. مين جهاز صدر الكتاب؟ امر اداري، عندنا ماستر، عندنا دوم، اجايز، ليش ما نثبت؟ ليش ما نثبت؟ جاوبوني احنا ليش ما نثبت؟ والله تعبنا، كفيك الله، الله شاهد، حتى فلوس ما نقدر نجي الدوام. حياك الله، الله يعينكم.